عشرات من أطفال متلازمة داون كانوا محط أنظار الجميع خلال عرض أزياء أقيم في دمشق بهدف إبراز مواهبهم وأهمية دمجهم في المجتمع. بثقة وثبات سار الأطفال أمام الجمهور في عرض هو الأول من نوعه في سوريا والذي أقيم تحت عنوان نحن منقدر. هي زيادة التوعية بدمج أطفال داون مع الأطفال العاديين، هن بيقدروا يعملوا كل شيء مثلهم مثل أي طفل طبيعي. رح يكونوا على الستيج، رح يكونوا بعرض أزياء الأول من نوعه بسوريا لأطفال متلازمة داون. الاستعدادات لهذا العرض بدأت بتدريب أكثر من 50 طفلا قبل شهرين على المشي على خشبة المسرح تمهيدا لتقديم عروض الأزياء. وسعى المنظمون في المراحل الأولى إلى بناء الثقة مع الأطفال وكسب صداقتهم. وقت كان صغير أنا كتير حس إنه يعني العالم بدها تحكي عليه، بدها يعني تنقده، بدها تخاف منه. لا الحمد لله، يعني وقت صار يشارك ويفوت هيك فعاليات بالعكس العالم صار تتقبله كتير، هو صار روحه مرحب عن هون. هاي فعالية بالنسبة لي إيجابية كتير للأطفال اللي مثله وإيجابية للبلد، فكتير حبيت أنا لما سمعت هيك خبر إنه عاملين هيك أطفال، يعني قديت زيد ثقتهم بنفسهم. المنظمون أكدوا أن الصعوبات التي واجهتهم في تدريب الأطفال هي نفسها التي يواجهوها مع الأطفال العاديين، مثل الرهاب الناتج عن تسليط الأضواء ووجود جمهور. وتم تدريب الأطفال المشاركين في العرض على المشاركة في الألعاب الأولمبية والمعارض والدراما السورية وقطاعات مختلفة في الحياة. ولاقت الفكرة استحسان الجمهور واجتذب العرض حضورا كبيرا لتشجيع مثل هذه الأنشطة في المجتمع السوري.